من الديكورات اللي طالعة الموضة الأيام دي الديكورات الستانلس أو الحديد، المتل بيواجه الخصوص، غير ان هو طالع موضة وترند كمان، ان هو حاجة عملية. في حاجة دي حاجة كويسة جدا ان حاجة تطلع موضة، بس هي في الأساس عملية. ازيكم، عاملين ايه؟ معاكم صور سيد. فيديو النهاردة بيتكلم عن ريفيو عن جروب انا اكتشفته على من عن طريق الفيسبوك وعملت من خلاله حلم حياتي في الشقة. يلا بينا نبدأ الفيديو. طيب خلاص يا سارة، انا عايزة اعمل حاجة متل، اعملها فين بقى واختار الصور منين، ويا ترى بكام، ويا ترى حلوة ولا وحشة، ويا ترى هتوصل لي في قد ايه؟ كل ده انا هقوله لكم دلوقتي. اول خطوة، انت خلاص عايز تعملي حاجة متل مراية او مكتبة او ترابيزة بف اللي انت عايزاه، بتخش على ابلكيشن بنترست. ابلكيشن بنترست لو عندك اهلا وسهلا، ما عندكيش نزلي من على جوجل بلاي او متجر بلاي، وهيبقى عندك على الموبايل. هتكتبي سيرش ميرور مثلا، انت عايزه مرايه، تكتبي ميرور هيظهر لك كل المرايات، هتختاري الشكل اللي انت عايزاه وهتسيفيه، هتدوسي على الثلاث نقط اللي موجودين في الابليكيشن وهتتسيف عندك في على الموبايل، وهتبعتها للجروب اللي انت هتعملي عنده المرايه او المكتبه او اي كان انت عايزه تعمليه. ده اول خطوه. تاني حاجة، هتخش على الجروب ان انا هقولك عليه دلوقتي حالا، وهقولك قصته بالتفصيل وكمان اسعاره والتعامل بتاعه. حكايتي انا مع الجروب ده ان انا كنت عايزة اعمل مكتبة للتلفزيون احط عليها الكتب، علشان ما عنديش مكتبة من ساعة ما اتجوزت، ما جبتش مكتبة. المهم انا كنت في اول اختياراتي انا كنت هعمل مكتبة خشب عادي زي بقية البني ادمين، قلت هحطها. المهم انا في الاخر لقيت ان المكاتب الخشب كلها متقفله من الجناب ومن فوق ومن ورا، فحسيت ان الحته اللي انا هحط فيها المكتبه حته يعني بالظبط عرضها 60 سنتي، فلو انا حطيت فيها مكتبه خشب هتقفل لي المنطقه دي واحس ان هي شكلها كئيب. المهم كنت بقلب في على الفيس بالصدفه كده، لقيت واحده بتشكر في جروب عامل لها مكتبه خشب القوائم بتاعتها حديد. المهم عجبتني جدا الفكره دي، بس قلت هي بكام وكمان هيعملها فين، ويعني مكنتش عارفه بالظبط هي حلوه ولا وحشه، لان انا عمري في حياتي ما عملت حاجه اونلاين وكمان هاند ميد، يعني انا ما بطلبش اصلا اونلاين. لا تخيلوا بقى انا هطلب كمان هاند ميد حاجه اعملها اونلاين، فالله اعلم اصلا هي شكلها عامل ازاي، لان انا كمان اللي هختار الشكل واختار المقاس واختار اللون وكل حاجه، هم مش جابريني على اي حاجه. المهم دخلت على الجروب وقعدت ادور على الصور بتاعتهم، لقيت حاطين صور على الطبيعة يعني شغلهم، يعني تم تسليم كذا والعميل هو اللي داخل يقول الريفيو بتاعه. عجبني اوي القصة دي، حسيت ان هما ما بيجيبوش اي صور من على بنترست او اي صورة من اي موقع يقولوا ده شغلنا، لا ده هما حاطين شغلهم بجد. المهم عجبني اوي، دخلت استفسرت عن الاسعار، قلت لها انا عايزة مكتبة لونها ذهبي، قلت ساعتها الذهبي بقى مكتسح الالوان فانا هجيب لون ذهبي، وعايزاها مثلا عرض 60 سنتي في ارتفاع 170. قالت لي السعر كان بيتراوح من 850 ل 900 او اقصى حاجة 1000، ده على حسب الطول والعرض واللون، على حسب كمان انت هتدخلها الفرن ولا رش، كل ده بيتحسب بالمقاسات ومش سعر ثابت. المهم راحت قالت لي السعر ده، بصراحة حسيت ان هو حلو جدا، يعني لما انا اعمل مكاتب بالسعر ده كده حلوة جدا. المهم قلت لها ماشي، واتفقت معاها، قلت لها طب التوصيل في خلال قد ايه؟ قالت لي خلال 10 ايام. هو في خلال الاسبوع بقى اللي هو العمل ده عملت ايه، تابعت معايا خطوه بخطوه، يعني تابعت معايا الاول حاجه المكتبه كانت لسه ملحومه من غير لون خالص، قالت لي المسافات كويسه ولا زودها لك ولا نقصها لك، عدد الارفف كويس ولا لا. طبعا هما بيفهموا اكتر مني، بس هما برضو بياخدوا رايي علشان بيريحونا. تاني حاجه قالت لي اللون انت عايزاه ايه، وجابت لي الدرجات كلها، قالت لي اختاري، قالت لي انت عايزه الخشب ولا الازاز ولا الرخام اللي اتحط على المكتبة، قلت لها عايزة خشب علشان يليق مع العفش بتاعي، لكن هو الرخام والازاز برضو جميل قوي. قالت لي استفسرت عن كل حاجة، وقالت لي الاستلام بكرة بعد ما خلصت بقى كل الاجابات اللي هي سألتها لي. قالت لي هتستلمي مثلا يعني هم عملوا مكتبة في يوم ورشوها في يوم وسلموها لي تالت يوم. طبعا هو مفيش حد في الايام دي محترم في المواعيد بتاعتهم، لكن هم محترمين جدا وذوق فوق ما يعني فوق ما توقع، يعني الحمد لله اصلا ان انا اتعاملت معاهم. المهم هي سلمت لي المكتبه وقالت لي انا ما بسلمش عميل حاجه هو مش مقتنع بيها، فالكلمه دي هي اللي خلتني اعمل الفيديو اصلا، يعني هي اللي خلتني انا ما اعملش الفيديو كده عادي، لا انا هعمل لها فيديو محترم. تمام. الجروب اسمه ايه يا ساره عشان ما تغيش كتير؟ اسمه متل ديزاين. تمام، وهحط لكم لينك الجروب على القناه
عشان تخشوا وتشوفوا شغلكم، وبعد الفيديو ده انت هتخشي وهتشتري حاجات ميتل، وبص هتخترعي حاجة ميتل وتحطوها، يعني هتخشي على اصلا على بنترست وهتختاري اي حاجة وهتقول انا هتعامل معاهم من كتر ما هم التعامل بتاعهم كويس. ليه انا بقول كده؟ لان بعد ما عملت المكتبة اتفتح نفسي فعملت المراية اللي انتوا شايفينها دي. المهم بعد كده رحت دخلت على الجروب ده وقلت لهم على ميتل ديزاين، وقلت لها يا رضوى اللي بتتعامل معايا اسمها رضوى، قلت لها يا رضوى انا عايزه مرايه 1 2 3. المهم راحت قالت لي ماشي، واستفسرت عن المقاسات وكل حاجه، ولقيت المرايه وصلت لي في خلال اسبوع. المرايه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ستاند ورا، انت عايزه بقى تعمليها ستاند ماشي، مش عايزه تعمليها عايزه تعلقيها تعملي ستاند متحرك زي ما انت عايزه، انت بتبعتي لهم الصوره وهما بيعملوها لك وبيستفسروا عن الحاجات اللي انا قلتها لكم في اول الفيديو. غير كده الدهان، هي رشيت لي لون اسود، انا طلبت اسود علشان اما اجي اتصور يبقى في خلفيه عندي سودة وتليق على الشقه. انت بقى تختاري احتياجاتك، يعني انت لما تيجي عايزه تعملي حاجه متل او حاجه عموله من عندهم، انت بتشوفي المقاس اللي يناسبك انت واللون اللي يناسبك انت والشكل اللي بيناسبك انت، هما بيعملوا لك اللي انت عايزاه. تمام. وبعدين انا كمان عملت علاقات ورا في المرايه من ورا علشان احط فيها المفاتيح والشواحن، ان هم اللي على طول محطوطين عندي على السفره، قلت لا انا هعمل حاجه من ورا في نفس الوقت تبقى عمليه اعرف اجيبها وفي نفس الوقت ما تكركبليش الشقه. غير كده انا قلت لها اعمليها لي لحد الاخر علشان انا ما عنديش مرايات في الشقه، ولما بنيجي نلبس بيبقى عندنا مشكله كبيره ان احنا نشوف لبسنا بالكامل، فساعتها حسيت ان انا محتاجه المرايه فقلت لها اعمليها لي. والمرايه ما كانتش بتتعدى 1000 جنيه هي كمان، وزي ما قلت لكم على حسب المقاسات اللي انت بتديها لكم اللي انتوا اللي هم يعني بياخدوها، بيقولوا لك السعر 1 2 3، وانا ما لقيتش ارخص منهم بصراحه في الاسعار ولا في الشغل، يعني ربنا يكرمهم عندهم ضمير. وبعد ما سلموا لي المرايه كان تاني يوم العيد، قالت لي كل سنه طيب، يعني هي ما سلمتنيش الحاجه قالت لي باي باي، لا هي اطمنت بعد كده تاني يوم ان هي عجباني ولا لا، وقالت لي لو مش عجباكي قوليلي بس هي عجباني. انا بقول لك هي عجباني وربنا يحفظها ربنا يحفظها علشان ايه، هي عجباني جدا. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبك المحتوى، لو عجبك محتوى الفيديو اعملي لايك وادخلي على الجروب حالا ميتل ديزاين واطلبي حاجه ميتل حطيها في شقتك علشان هو موضه وعملي الاتنين في بعض، ف فكرة حلوة جدا. وتابعوني الفيديوهات الجاية، يلا باي باي.